هذه الأبيات من الشعر الجزائرية حسنها الصحراء، تهديها إلى الشعب الفلسطيني وبالذات إلى المسجد الأقصى، وتقول يلقيها الأخ الإعلامي عماد زيد أخي وصديقي. أنا بنت المليون يا صهيون، يا أقصانا لن أخون، عزمنا أن نكون، في قلبي نار من اقتحام أقصانا أن نخون، عزمنا أن نكون، في قلبي نار من اقتحام مصر الرسول، قلبي جف من الدموع، بسم الله يا أقصانا أحميك، وبروحي وبمالي أفديك، أنت يا أقصى نور والعلم فيك، سيبقى مرفوع رغم الأعداء الغاصبين، أنت يا أقصى نور والعلم فيك سيبقى مرفوع رغم الأعداء الغاصبين، سأقول وأقول كلماتي تخط في سطور، نحن أصحاب الديار يا الخزي والعار، هل أصبح الأقصى يقاس بالمعيار؟ أين النخوة؟ أين النخوة يا أصحاب القرار؟ هل الأقصى هين؟ إن الحلال والحرام بين، مصر الرسول يقتحم وأنتم غافلون، تشاهدون وتضحكون وعن الحق صامتون، آه يا أقصى كم أبكيك، آه يا أقصى كم أبكيك، وبدمائي سأرويك، أنت كنز مدفون، أنت يا أقصى كنز مدفون، يا ربي احميه ومد له يد العون، سيكون له فاتحين، سنكون له فاتحين، وسيحرر من أعداء الدين. تحياتي لكم، أنا الإعلام عماد زيد، ومن كلمات الشاعرة الجزائرية حسناء إلى الشعب الفلسطيني الذي ضحى بدمائه من أجل الأقصى ومن أجل دينه ومن أجل وطنه. إليكم إن شاء الله رب العالمين قصيدة أخرى بعد يومين، انتظرونا، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. أخوكم الإعلامي عماد زيد.